أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الثلاث 24 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. اليوم بيبدأ والقمر موجود في برج الجوزاء، وبيفضل في الجوزاء لغاية الساعة 6:10 المغرب. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس موجود في برج الثور وبيتراجع في برج الثور، والمشتري موجود في الجوزاء، والمريخ في السرطان، وعطارد في العذراء، والشمس في الميزان، وفينوس كمان في الميزان. بلوتو هيكون بيتراجع في الجدي، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ بالحمل. مواليد الحمل عندكم القمر موجود في منزل العلاقات، بيديكم لباقة ودبلوماسية وسرعة بديهة، وتقدروا انكم تقووا علاقتكم بكل اللي حواليكم وعلى كل الأصعدة، وكمان تستمتعوا بوقتكم مع كل اللي حواليكم. تقدروا كمان تعملوا لقاءات مهنية موفقة وتبرزوا مواهبكم بشكل أفضل. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. القمر عندكم في المنزل الثاني بيخلي تركيزكم أقل، فأنتم محتاجين في اليوم ده أنكم تراجعوا كويس خطواتكم في الشغل وحساباتكم في الفلوس، عشان تتفادوا أي أخطاء ممكن تحصل أو تتسبب ليكم في خسائر. نروح بعد كده للجوزاء ومواليد الجوزاء. القمر موجود في برجكم بيديكم منتهى السحر والتألق والجاذبية، فتعرفوا أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء، وتأثروا في كل اللي حواليكم، وتلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده للسرطان ومواليد السرطان. هيكون القمر عندكم في منزل الصحة السلبي، فلازم تاخدوا بالكم انكم محتاجين وقت كافي من الراحة، محتاجين انكم كمان تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. ضروري كمان مواليد السرطان انكم تفضلوا محافظين على السرية والكتمان، ما تتكلموش عن اخباركم ولا خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم. نروح بعد كده للأسد ومواليد الأسد. عندكم مازال يوم حلو في الشغل وفي الحياة الاجتماعية، فتقدروا انكم تستمتعوا بوقتكم مع الأصحاب، وكمان تقدروا تعملوا صداقات جديدة موفقة، وفي نفس الوقت في الشغل تعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة، وتعرفوا كمان انكم لو عندكم مشاريع خاصة تقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم. نروح بعد كده للعذراء ومواليد العذراء. مازال القمر في وضع معاكس معاكم في الشغل، فلازم تاخدوا بالكم تشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم أخطاء. محتاجين تركزوا كويس وترتبوا أولوياتكم ووقتكم وأفكاركم، عشان تعرفوا تتغلبوا على أي ضغوط أو على أي شعور بالتشتت في الوقت ده. نروح بعد كده للميزان ومواليد الميزان. القمر في منزل الحظ، وبرضو لسه بيديكم يوم يعتبر من أفضل الأيام بالنسبة لكم خلال الشهر ده. عندكم روح تفاؤل أكتر، عندكم بصيرة تساعدكم تاخدوا قرارات سليمة في كل حاجة على كل الأصعدة. يوم كمان حلو في السفر أو في التخطيط لسفر. عندكم كمان رؤية أوضح لمستقبلكم وتحصيل أكتر للمعلومات، لأن في تركيز، فتعرفوا تعملوا تطور في مستواكم المهني. نروح للعقرب ومواليد العقرب. القمر في منزل المدخرات، وده بيساعدكم انكم تعملوا تنمية لمدخرات او املاك او تنمية لدخلكم. تقدروا انكم تاخدوا قرارات سليمة في الفلوس، وكمان تخلصوا الامور البنكية بسهولة اكتر. نروح للقوس ومواليد القوس. القمر ما زال في مواجهتكم، فلازم تاخدوا بالكم من حقوقكم،
بلاش تغامروا خالص، اليوم مش مناسب للمغامرة على كل الأصعدة، فما تتسرعوش في أي قرارات مصيرية في الشغل وفي الحياة الشخصية، وكمان في الفلوس ما تتسرعوش في بيع أو شراء، راجعوا حساباتكم كويس وخدوا بالكم من حقوقكم. مهم كمان أنكم مواليد القوس تتأنوا جدا في انفعالاتكم وفي الحركة وفي السواقة، اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح للجدي ومواليد الجدي، القمر في منزل الصحة الإيجابي، يعني عندكم طاقة ونشاط وحيوية، وتعرفوا أنكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وكمان رغم الضغوط عندكم إصرار أنكم تتغلبوا على الضغوط وإصرار أنكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح للدلو مواليد الدلو، القمر في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية تخليكم مؤثرين جدا في الجنس الآخر، وتقدروا كمان في الشغل انكم تعملوا الواجبات اللي عليكم مظبوط وتنجزوا شغلكم وتثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت، القمر في وضع معاكس معاكم، فلازم تاخدوا بالكم بالذات في التعامل مع الأهل والقرايب والأصحاب، عندكم ميل للعصبية وللانفعال بسرعة، فلازم تتحكموا في انفعالاتكم، وحاولوا انكم كمان تقاوموا أي مشاعر سلبية بتسيطر عليكم في اليوم ده أو ذكريات حزينة بتسترجعوها في اليوم ده، قاوموا ده علشان تعرفوا تستمتعوا بوقتكم. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد.